السلام عليكم، حابة أعمل لكم شوربة شعرية. بنحتاج دجاج، إذا عندك دجاج مسلوق بتقدري أنت تفرميه يعني صغير وتحطيه ممكن، إذا ما عندك بتقدري تفرمي هذا الدجاج السدر تقطعي قطع صغيرة. بنحط زبدة، أنا دائما بحب الشوربة زبدة، ما بحب السمنة أو المازولا، أزكى بكتير بالزبدة بتطلع. وبدنا راس بصل، شايفة؟ بنحط معلقتين زبدة وراس بصل، بعدين بنقلب الدجاجة المقطعة صغير، مكعبات صغيرة، لا يعني يقدر يشربها الواحد بالشوربة. وبعدين بعد ما تستوي بنضيف لها شعرية، وبعدين بنضيف لها مرقة دجاج عندي أنا جاهزة، وبنحط عليها رشة بقدونس، خليها تستوي طبعا، وبالآخر بنحط البقدونس. سهلة كتير وزاكية وبحبوها الكل، وأسكى بتطلع لك من الماجي هذا الجاهز، كثير بتطلع أسكى. هلا بنضيف الدجاج اللي قطعناه صغير، قديش كمية بدك انت؟ زي ما بدك يعني، هو ما انت حاطة يعني. حنحط لتر دجاج، مرقة دجاج، انا ما بدي كثير. اوكي، بنضل نقلبها لتستوي الدجاج منيح منيح، بعدين بنضيف عليه كوباية من الشعرية ونقلبه، وبنحط عليه المرقة بتاعت الدجاج. لازم مرقة دجاج، أسكى يكون مرقة دجاج مش مية. يعني في ناس بحطوا مكعب ماجي، أنا شخصيا بحب مرقة الدجاج الأصلي يعني. هلا بدنا نحط الشعرية، شايفة؟ كوباية الشعرية يعني بتكفي. حركة، ما بدنا نحمصها الشعرية، بس هيك يعني إشي ومنه تاخذ هيك شوية طعم تبع الدجاج والسمنة. وبعدين بنزيد عليها مرقة الدجاج السخنة، بسم الله، يعني حوالي لتر تصور بكفي. وتحطي عليها ملح، وبعدين بنحط عليها بقدونس. أنا حطيت شوية ملح، بنحط شوية ملح يعني أبو نص معلقة هيك، بعدين بندوق. بتحبي تحطي هيل، تحبي تحطي فلفل اسود ممكن. شايفه؟ كثير كثير بتطلع زاكيه، بس تستوي الشعريه بتصير كثير زاكيه ان شاء الله. ونرش عليها بقدونس. اوكي، هي الشوربه هلا خلصت. هلا بدي اضيف عشان ما احلاها، طلع الشعريه مع الدجاج مع المرقه الدجاج، بعدين بنحط عليها البقدونس الناعم على الوجه بالاخر يعني، خليها يغلوه معها وخلص. اوكي، عشان ما احلاها، لونها بجنن. وبتحطي ملح، فلفل اسود، اللي بدك اياه يعني البهارات اللازمه، وممكن تعصري ليمون معاها جنبها يعني. شربنا احلاها، احلى من الف ماجي على فكره. هي خلصنا الشوربه، كثير على فكره طلعت زاكي كثير كثير، وراح تعجبكم ان شاء الله كثير. انا حطيت رشيت عليها رشه فلفل اسود يعني قدامي على الصحن، وشوية ملح زي ما بدك انتي طبعا، برجع لك. اهلا وسهلا، في العافية.